أما هلأ زينب، أولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن مساحتنا الطبية. لليوم رح نتناول فيها مشاكل الكلى والإنتانات البولية. من المعروف أن عدوى بكتيرية شائعة تصيب القسم البولي السفلي. كتير يمكن منا بينصاب بالإنتانات البولية، لكن النساء أكثر إصابة من الرجال. أسباب طرق العلاج والوقاية منا رح نحكي أكثر مع الدكتور بشار يادرد، اختصاص أمراض وزراعة الكلى وارتفاع ضغط شرياني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير وشكرا لكم. يسعد صباحك دكتور. بداية خلينا نتعرف على مصطلح الإنتانات البولية. الإنتانات البولية أمراض شائعة، مرض شائع، بس قبل ما نحكي عنه حناخد لمحة فيزيولوجية على البول. هو البول عبارة عن سائل بيرشح من الكلية معه العديد من نواتج الاستقلاب والسموم. إذا هو مادة يتخلص منها الجسم للمحافظة على سوائل الجسم والمحافظة على الحد الأدنى من السموم ولطرح النواتج الاستقلابية. إذا هو سائل بيجي من الدم، بمر بالكلية للحويضة للحالب، بعدين على المستودع المثاني، بعدين على الإحليل بيطلع لبرا. إذا هو سائل عقيم ما فيه جراثيم، نظيف. الإنتان البولي بيجي من مصادر خارجية، دخول جراثيم من خارج الجسم، إما عن طريق الإحليل أو عن طريق الدم. 90-95% من الأسباب الإنتانات البولية دخول الجراثيم عن طريق الإحليل. يعني بصير هون عندنا في جراثيم بالبول، بصير بترتب عليها وجود كريات بيض وأعراض بولية. هذا هو الإنتان البولي، إذا دخول جراثيم للبول. طيب خلينا نحكي عن أنواع الإنتانات البولية بالبداية دكتور، وأشرت لنقطة كتير مهمة يمكن كتير من الناس ما بتعرفها، أنه الإنتان البولي هو بيجي من الخارج، يعني هي عملية فينا نقول طبية سليمة ما في شيء، فهو فعلا جرثومة بتجي من الخارج. كيف بتجي؟ أنواع الالتهابات فينا نحكي عنها بولية. إذا الإنتان البولي هو وصول الجراثيم للإحليل، بيروح على المثانة، بصير في عنا إنتان بول. هلا إنتان بولي ممكن يبقى هيك، ممكن يساوي التهاب بالمثانة نفسها، ممكن يطلع على الحالب، على الحويضة، على الكلية. فنحن بنقسم الإنتانات البولية لمراحل، بنقول إنتان بولي علوي، يعني لما بتنصاب الكلية أو بتنصاب الحويضة أو بتنصاب الكلية والحويضة، لما بينصاب الحالب، لما بتنصاب المثانة، لما بينصاب الإحليل. فكل واحدة إلى أعراضها وإلى مشاكلها وإلى درجات خطورتها. فهي إذا السؤال هيك يعني وكيف الإنتانات البولية. هلأ الإنتانات البولية ممكن تكون إنتانات عن طريق جراثيم. أهم جراثيم اللي ممكن تسبب إنتان بولية هو العصيات الكولونية اللي تجي من البراز. وعنا أنواع ثانية من الجراثيم، وعنا طفيليات، وعنا في أنواع من الإنتانات البولية النوعية، مثل ما بصير عنا شيء اسمه السل البولي. يعني السل نحن بنعرف أنه بس بالرئة، في ناس بتعرف لا، حبيصير حتى البول بصير عنا سل بولي. هو علاجه صعب يعني. دكتور، يعني أغلب النساء بينصابوا بالتهاب المسالك البولية، هو نوع من نوع الإنتانات صحيح؟ خبرنا عن الأعراض اللي ممكن تعرف فيها الست أنه مصابة أو عندها شيء التهابي بالمسالك البولية. هلأ من المعروف أنه 20% من النساء بيكونوا معرضين لأكثر من مرة لإنتان بولي، ومعظم النساء بمر عليهم إنتان بولي. طبعا ليش النساء؟ لانه عندهم عوامل مؤهبه، عندهم الاحليل قصير، مو مثل الرجل الاحليل قصير، قرب فتحه البول على فتحه الشرج، وكمان هذا بيساعد بدخول الجراثيم. اثنين، التبدلات الفيزيولوجيه بتصير اثناء الحمول كمان تترك اثرها، وجود دوره طمسيه ونوع الفوات الصحيه اللي تستخدم اثناء الدوره الطمسيه، نوع الغسولات اللي بتستخدمها المراه. يعني الأنثى ما لازم تروح دغري لغسولات كيماوية، أحسن شيء مثلا المي والصابون فرضا. هاي كلها عناصر بتأدي بتخلي المرأة أكثر تأهب للإنتان البولي. نعم. طيب دكتور، متى فينا نقول إنه فعلا هيدا المريض بحاجة إلى التوجه للطبيب في حالة الإنتانات البولية؟ هلا أنا بشوف إنه كل إنتان بولي يجب أن يؤخذ بجدية. لأنه إذا ما تشخص صح بنخاف نحن من الإزمان. يعني ولذلك تلاقي ناس كذا مره بصير عندهم انتان بولية، وفي ناس بتقول لك عم باخذ دواء ما عم بيطيب.
مشان هيك نحن كل انتان بولي بيصير اكثر من مره ومتكرر نحاول ندرس جهاز بولي كاملا ليكون في شيء تشوه ليكون في شيء مشكله في حصات في ورام في كتله وخاصه النساء اللي معهم سكري او المرضى بشكل عام اللي معهم سكري اللي عندهم بدانه هذول الرجال الكهول اللي بصير عندهم ضخامه بروستات هذول ما بيقدروا يفضوا المثانه كمان بشكل جيد الا ما يبقى بول في عوامل مؤهبه كثير كمان للامتحانات البوليه مثل اللي عنده مثانه عصبيه سواء واهنه او تشنجيه عند الاطفال كل طفل بيصير عنده امتحان بولي اكثر من مره لازم يصير في دراسه كامله للجهاز البولي انه ممكن يكون في مشكله عم تساوي هالشيء طريقه التنظيف لازم دائما الام من صغر اولادها تعلمهم انه التمسيح حاصل للبنت من قدام لورا ما بصير من ورا لقدام حتى ما يفوت براز على فتحة الإحليل وبالتالي يعانوا من الإنتان البولي. طيب دكتور في فئات أكثر عرضة للإصابة يعني في أعمار معينة بتكثر فيها الإصابات أكثر من أعمار؟ هلا ممكن كل ما زاد العمر بتكون المثانة بلشت تترحل أكثر. بالإضافة البدانة إلى دور كحولية إلى دور نظام اللايف ستايل إلى دور استخدام المنبهات استخدام البهارات والأكل طريقة التنظيف طريقة الغسولات النظافة الشخصية بفترة الإخصاب الجنسي لازم دائما يتعلموا انه الزوج والزوجة تغسيل قبل الجماع تبول بعد الجماع هذا كثير مهم فهالعناصر هي كلها بتأهل واحد بحاول يتخذ وقاية منها نعم طيب دكتور خلينا نحكي عن المضاعفات وعوامل الخطورة في حال عدم العلاج يعني فينا نحن بنقول أحيانا تصاب المريض يصاب بأكثر من مرة أو تكرار حالة الإنتانات التهاب المسالك البولية نحن الخوف من دائما من الإنتان البولي هو الإزمان انه متى ما ازمن الانتان البولي فالج ولا تعالج بس الازمان لانه بيكون ما تعالج بطريقه صحيحه من البدايه لا بالمده ولا بالدواء لانه نحن عندنا المريض متعلم بس تروح الاعراض بيوقف الدواء زوال الاعراض لا يعني الشفاء كلنا هيك بتحس كل الناس فعليا صحيح ايه ففي مده حد ادنى مثلا اسبوع لعشر ايام لازم تاخذ فيها الصاب انا للاسف هلا من خلال ممارسه يعني مريضه مثلا تجيك عمرها 20 سنه بس عندها امتحان بولي بتعمل زرع بول طل معظم الادويه تبعها ريزيستنت قديش كان في سوء استخدام للادويه بعدين في شغله لما واحد بيصير عنده امتحان بولي بيروح على المخبر بيعمل لي فحص بول اذا طلع في جراثيم ازرع لي مو صحيح هذا الحكي ما بصير تعملي فحص بول بدون زرع ولا تعملي زرع بدون فحص بول إذا دائما الزرع والفحص البول والزرع متلازمان ممكن تلاقي مريضة عندها أعراض تعداد كريات البيض عندها بالبول واحد لاثنين بس عندها مزارع جرثومية كبيرة كتير فما بيصير نخلطها إنه الزرع غير الفحص البول هدول فحصين متلازمين مثل الدفتر لما بدك تكتب الشيء بدك دف قلم وبدك ورقة يعني ما بينكتب شيء بدون صحيح. ورقة ولا بدون قلم صحيح دكتور طيب خلينا ننتقل للمرأة الحامل كانت بتعرض كمان كثير للإنتانات البولية بنفس الوقت ما فيها تاخذ كثير من الأدوية الالتهابية كونها حامل فخبرنا كيف بتتم معالجة المرأة الحامل من الالتهابات البولية هلا مثل ما حكينا بالأول لمحة فيزيولوجية عن البول وإنه هو سائل من الجسم كمان نحكي شوي عن الحامل بصير أثناء الحمل تبدلات فيزيولوجية تبدأ من الأسبوع السادس ولا نهاية الحمل التبدلات الفيزيولوجية بصير في عنا بسبب الهرمونات الشديدة اللي بدها تحافظ على الحمل بصير في عنا استسقاء كلية بصير عنا توسع بالحالة عنا ركودة بولية بصير مثانة واهنة فبتلاقي كثير من الناس مثلا عندها حصيات تنطرح البحصة بدون وجع بالحمل ليه لأنه صار الحالة بتوسع اثنين كل ما كبر الرحم كل ما ضغط أكثر على المثانة فصار عملية تفريغ المثانة أصعب هذا كله عناصر بتأهل للإنتان البولي في شيء شغلة مهمة نحن بنسميها البيلة الجرثومية اللاعرضية إنه أنت بتعملي فحص بول ما في أعراض عند المريضة بس تفحص بول بتلاقي في جراثيم هي بنسميها بيلة جرثومية لاعرضية هي ممكن تصير عن تتفعل عند الحامل بتعمل أعراض بولية هلا المشكلة عند الحامل إذا انتهت بإنتان بولي سفلي ماشي الحال بس إذا طلعت على الكلية وساوت لنا التهاب حويضة وكلية هي بصير من الأمراض الخطيرة اللي بحاجة لدخول مشفى وعلاج وريدي فترة طويلة مشان هيك دائما نحن بنقول قبل ما يصير حمل إذا وحدة مقررة
يصير حمل او اول ما حسيت انه صار حمل لازم يتحرر الجهاز البولي، وانه اذا في انتان لازم يتعالج بالاول. نعم. خوفا من لانه في صعوبه كثير بمعالجه الانتان البولي عند الحامل، ممكن يعني اذا وصل لمرحله خطوره بياثر. هذا اللي بسالك عنه، يعني اللي كنت احكي عنه، اذا وصل لهي مرحله الخطوره بياثر على الجنين بشكل او باخر؟ بياثر، لانه في ادويه مثلا مثل نحن بنسميها الادويه الامينو جلايكوزيد مثل جنتامايسين واميكاسين، ممكن تاثر على العصب السمعي للجنين. في ادويه ممكن تاثر تاخر تطور الاسنان، نمو الاسنان بعد الولاده، في ادويه ممكن تعمل يرقان عند الجنين، فهي كلها مشاكل نحن بغنى عنها. مشان هيك عند الحامل من اهم طرق المعالجه عند الحامل اكسار من السوائل قبل ما يبلشوا يعطوا بالادويه. تمام. فهي القصه. طيب دكتور، خلينا نحكي يمكن كمان الاطفال اكثر اصابه فينا نقول عن بالانتانات البوليه، ويمكن احيانا عندهم بيصير سوء تشخيص فبنشوف اعاده او تكرار حالة الانتانات البولية. خلينا نحكي عن انتانات بولية عند الأطفال وأهمية معالجتها بطريقة صحيحة وتوجه الأهالي للطبيب، لأنه مثل ما قلت يمكن بالبداية نحن عندنا هي الثقافة إذا ما كان في ألم، إذا ما كان في أعراض شديدة ما بنتوجه صحيح للطبيب. صحيح. بشكل عام. صحيح. هو المشكلة بشكل عام الأمراض عند الأطفال دائما مقاتلة، يعني تلاقي الولد حرارته 40 وعمل عبد الحار. صحيح. بتروح لعند طبيب اطفال بيحط هيك بيقول له التهاب الاذن الوسطى، بيكون عنده انتان بولي. فلازم دائما تتاخذ بجديه الامور. مثل ما قلت في انتان التهاب الاذن الوسطى، ما لا مانع من اجراء فحص بول وراثي. فحص البول هو مراه الجسم، بيعبر عن كل وجود الدم، وجود كريات بيض، وجود البروتين، وجود الاسيتون، فهو فحص البول اذا مرايه. فنحن لازم ما نستهين بهذا الموضوع. كل طفل بيعاني من انتان بولي اول مره ممكن يتعالج علاج دوائي وعلاج عرضي، اما اذا تكرر الانتان البولي عند الطفل دائما بنحط ببالنا وجود تشوهات ولاديه. يعني ممكن في عنده كليه هاجره، كليه وحيده، عنده تضيق بالوصل الحويضي الحالبي، عنده مسانع عصبيه، عنده امراض استقلابيه، عنده مرض اسمه سيستينوزس، عنده مشاكل كثير، عنده تضيق بالاحليل، يعني بتلاقي المسانة كبيرة كتير ما عم يقدر يبول. والأم تحكي فيها أنه ابني لما بده يبول كتير بيبكي وبيعيط وبيصرخ. فكل انتان بولي لأكثر من مرة أو مرتين عن طفل لازم دراسة جهاز بولي مفصلا. نعم. طب دكتور، دائما السؤال، هل الانتانات البولية معدية؟ طبعا طبعا، أكثر معظم الناس بتجيب انتانات بولية إما عدوى ذاتية او من زياره تواليت في مطعم ماله نظيف، او مشان هيك بنركز على هذا الموضوع الشخصي. وانا دائما بقول لهم للصبايا مثل ما بتحطوا الموبايل بالجزدان بتحطوا كذا، معلش صابونه صغيره و صحيح وبتغسل دغري الواحد. استخدام ماء والصابون دائما شغله كثير مهمه، لانه نحن عندنا للاسف في الاماكن العامه التواليتات مو دائما صحيح. مو دائما انت بتفوتي على اوتيل 5 نجوم. صحيح مظبوط. فواحد ممكن يفوت حتى ممكن زيارات المنزليه الى مشاكل. صحيح. وشغله مهمه انه دائما لما الزوجه تنصاب نحن بنفحص الزوج، يعني والزوج لما بينصاب بنفحص الزوجه. دائما موضوع الفحص البول عند الزوج والزوجه متلازمه. طيب خلينا نحكي عن الانتانات البوليه عند الاطفال. اذا شفنا انتانات بوليه عند الاطفال الرضع بحاله متكرره ممكن تاثر على الجهاز؟ فينا نقول دائما انتانات بوليه متكرره عند الرضع معناته في مشكله تشريحيه. انه ليش عم بيصير في عندي جزر حالي بمساني، البول عم يرتد على الكليه، في عندي مساني عصبيه. انا بيقولوا لك انه لانه طفل صغير وجديد هي حاله طبيعيه، لا هون بيكون في مشكله. اذا مشكله خاصه اذا في حراره وفي بكاء مستمر. نعم دكتور. طيب العلاج احيانا عم بيكون ببعض الاعشاب مثل ما عم نشوف، يعني المشهوره على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا المتداوله منذ القدم، خلينا نقول الاعشاب، العلاج بالاعشاب الانتانات البوليه هل هو مفيد او احيانا عم ينعكس سلبا على الانتان؟ هلا كلمه اعشاب كثير مطاطه، يعني انا ما كثير بامن بهذا الطب العربي. بس هلا في دراسات كلها بتحكي على الجرام بيري توت العليق انه ممكن يساوي يعني يساعد بمعالجة الانتانات البولية. في ناس بتحكي على عصير الليمون او بس الليمون فيه سكر، مشان هيك نحن بنروح على فيتامين سي بالخاصة. يعني اذا واحد بي اتش تبع البول تبعه قلوي يفضل ياخذ شيء نحمض البول حتى ما يصير مرتع لنمو الجراثيم.
وخاصة حسب الأعراض. هلا في أعراض شديدة للإنتان البولي ما بعرف شو نحكي فيها. خلينا نحكي فيها طبعا. يعني أعراض إنتان البولي بتبلش من ألم بالظهر لألم أسفل البطن شديد لحرقة بولية كل شوي، يعني بلفت نظر المصابة أو المصاب إنه كل شوي بيفوت على التواليت وما ببول إلا كمية صغيرة. ممكن يفلت بول إنكونتيننس بيصير. زحير بولي ألم أثناء التبول. ممكن يصير في عنده حرارة، هي كمان ننتبه لها. هلا البيلة الدموية بصير بوله دم، أنا بنبسط فيها هي، بقول لها للمريضة بتجي ميتة راح بالدكتور عم نزل شقف دم، بقول لها طمنتيني إنه شقف دم معناته من المثانة، لأنه لو من الكلية دم الكلية ما بيتخسر. فنحن بنطمن إنه هذا شقف دم من المثانة، فهذا علاجه بيريح إنه ما صار عندي إنتان علوي. إيه فإذا شفتوا الأعراض البولية كثير واسعة. صحيح. طيب دكتور، فينا نقول كمان لون البول بيلعب دور في من خلال التحليل؟ ممكن إذا ما في أعراض والأم شكت إنه طفل عنده إنتانات أو التهابات بولية؟ لا، لون البول مو دائما بناخذه بعين الاعتبار، لأنه كثير له علاقة بالنظام الغذائي. يعني ممكن تاكلي شوندر تلاقي صار البول لونه، ممكن تحطي بهارات بالأكل تلاقي تغير لون البول. نحن بهمنا الفحص المجهري. وجود كريات حمر بالبول. يعني في كريات حمر ولا ما في كريات حمر؟ وجود كريات حمر هو مشعر اما لانتان بولي او انتان مناعي، يعني دم بالبول مو بس انتان بولي. مشان استخدام المميعات بيعمل دم بالبول، في كثير شغلات بتعمل دم بالبول، هي بهمنا. اما لون البول بالخاص، هلا اشربي حضرتك قنينه مي تلاقي البول صار فاتح، لا تشربي بصير بول غامق. اذا تغير لون البول لحاله غير كافي، مشعر مهم وانما غير كافي. نعم. طيب دكتور، يمكن كثير من الصبايا او النساء ممكن بس يصير عندهم هاي الأعراض تبع الإنتانات البولية، يصيروا مثلا يعملوا مغاطس لحالهم من المي والملح، من مثل ما قلنا الشامبو والمي أو كذا، هل هي بتفيد؟ وإمتى ممكن تراجع البنت الطبيب إذا ظلت مستمرة مع الإنتانات؟ بالنسبة للصبايا مغاطس مي وملح أوكي، بس بلا شامبو، صابون عادي. أنا بنصح دائما بصابون الغار، مي وصابون. ما يصابون أنا. بس في شغلة بلفت نظر فيها للصبايا، إنه الابتعاد عن الملابس الضيقة. ودائما يلجأوا للملابس القطنية، حتى الملابس الداخلية ما تكون ملابس تركيبية، يعني دائما تكون ملابس قطنية لتمتص الرطوبة اللي بتصير بالمنطقة التناسلية. ولما واحد بده يغسل مظبوط لازم ينشف مظبوط. العدم يعني إذا بتغسلي مظبوط وما بتنشفي مظبوط أسوأ ما إنه ما غسلتي، لأنه الرطوبة بتساوي جراثيم وفطريات وطفيليات. الإنتانات النسائية كمان كثير إلى دور بالإنتانات البولية وانعكاساتها، كمان هي بدنا ننتبه لها. بتأثر الإنتانات البولية فينا نقول دكتور عند النساء على الإنجاب؟ ممكن إذا تحولت لفطريات أو تحولت لحالة متقدمة ولا لا؟ لا ما بتأثر، يعني انه تمنع الحمل قصدي، او تأخره، او ممكن تأثر على الجهاز. احنا بنخاف على الجنين، بس لما بده يولد بده يمر بطريق، هالطريق لازم يكون نظيف. بس بنخاف انه هو نازل ياخذ يلقط شيء، اصابه تصير عنده اصابه عينيه، عنده اصابه تنفسي. اما على تطور الجنين ما له علاقه. نعم. طيب دكتور، يمكن شو اشياء الحالات اللي اجتك بحاله شوي متقدمه من الانتانات البوليه على العياده، كيف تمت معالجتها؟ في حالات لم نستطع معالجتها. هيك. هلا نحن بس يعند الانتان البولي نرجع بقى لطرق تشخيصيه متطوره اكثر. مثلا نحن بالعاده بنعمل زرع بول وراسي بزرع بول ايكو بطن، ممكن نصل وقت نحتاج لتنظير مثاني. احيانا نحتاج نعمل سيتي سكان طبقي محوري للبطن، وقت نشوف جدار المثانه هيك صار سمكه، اللي هو بالحاله الطبيعيه قد رقت ورقه سيجاره، معناتها شو بدي اعالج؟ هذا ما بيصل الدواء للداخل الخلايا، هون المصيبه. يعني كثير هون شو اللي بتأدي الحاله للوصول لهي؟ تشخيص الخاطئ وعدم سوء المعالجه والازمان. سوء المعالجه والازمان، يعني بين قوسين الاهمال. يعني هو بهالمعالج بتقلي له للمريض لا حول ولا قوة، شراب سوائل، وخاصة إذا ما في أعراض، بس انتبه ما تعدي غيرك. يعني العدوى للغير إنتان البولي. هلأ ممكن اليوم حضرتك ما في شيء، بكرة يجي إنتان بولي شديد، فترة الحضانة تبعه كتير قصيرة، ممكن ساعات. يا ما ناس بيناموا بحالة طبيعية بفيقوا بأعراض بولية. يعني موضوع ما بياخد وقت. أمراض إنتانية بشكل عام
بتاخذ فتره حضانه يومين ثلاثه، في امراض اسابيع بالانتان البولي لا سريع، خاصة لظاهرة ما كتير حكينا عنها لما حنالها بس ما حكينا عنها، هي السل البولي. ببلدنا للأسف شائع أنه مريض ببول دم ما بيحس، يجونا نحن على المستشفى بالصدفة مع فحص بول، نعمل زرع بول سلبي، زرع فطور سلبي، زرع طفيليات سلبي، بعد ما ننفي كل هذول نتوجه أنه ممكن عنده سل بولي، وفعلا للأسف أنه كتير ناس بنلاقي عندهم هاي المرض. طيب دكتور خلينا نحكي عن طرق الوقاية، قديش مهمة وفينا نعمل يمكن بشكل دوري تحليل بول لفينا نقول نطمئن على الحالة الصحية، لأنه مثل ما قلت يمكن في منهم حالات ما بتعطي لا أعراض ولا لا بينتبه للواحد. هلا هو بشكل عام، بشكل عام الإنسان لازم على الأقل مرتين بالسنة يعمل تحاليل دموية وبول وكل شيء يطمن على حاله، لانه في كثير امراض ثانيه غير الانتان البولي تظهر من خلال تحليل، تصير خلسة انا بسميها بتمشي نسنسه، فواحد لا ما في مانع يعمل مرتين بالسنه. بالنسبه للبول المريض اللي عنده انتان بولي بيعرف حاله عنده انتان بولي لا عرضي بدون اعراض، هذا ما بيمنع انه كل شهر يعمل فحص بول. المريض اللي عنده وقت بفض ببول وبنعمل بالايكو بشي بنسميه سماله بوليه، يعني بيبقى في بول بالمثانه، هذا كثير لازم يدير باله انه هي مثانته ما عم تفضي، فهي في ركوده، فهدول لازم باستمرار يحللوا. ايه هلا طرق الوقايه سالتيني عنها، البدانه مثل ما قلنا، مريض سكري لازم يضبط سكر، عدم استخدام الغسولات الكيماويه تمام، الابهارات ما نكثر منها، الحد الفليفله الحده، هي بس بحاله يكون في انتان بولي بشكل عام، حتى ما يكون في هي عوامل مؤهبه تمام. وقت نعمل فحص بول نعمل زرع حكينا كمان، اكسار من السوائل، يعني المريض اللي معرض للانتان البولي لازم يشرب سوائل. في شغله مهمه، ممكن انت تكوني معلمه مدرسه او مذيعه او مثل حضرتكم هلا بتحسوا انه والله المرافق الصحيه ما كثير نظيفة، بتلاقي الواحدة حبسة بول فتأخرت. عملية تفريغ المثانة كثير شغلة مهمة، والأطفال بيحصروا كمان بشكل كثير، أطفال بالمدارس عندنا مشكلة كمان مدارس، فالتفريغ البول كثير مهم، الواحد ما يطلع من بيته قبل ما يفوت على التواليت، ما يطلع يسوق سيارة قبل ما يفضي المثانة، هاي القصص كلها كثير مهمة. مثل ما حكينا الفوط الصحية عند النساء كثير مهمة، نوع الفوط الصحية يعني هو نظام حياة دكتور المفروض يلتزموا فيه، وأهم شيء مثل ما قلنا السوائل تكون موجودة ضمن نظامنا. قدي ممكن لازم الواحد يشرب سوائل حتى يقي حاله من الانتانات البولية؟ هلا وقت بصير في انتان بولي بدك تشربي حتى 3 ل 4 لتر سوائل، اما بالحاله العاديه لازم احنا بنقول قد ايه لازم نبول، لازم نبول ما لا يقل عن لتر ونص باليوم. يعني في ناس حسب مهنتها تمام، بس هلا قاعدين بجو ما في عرق ما في شوب ما في شيء، فهلا اذا بتشربي لتر ونص ممكن تبولي لتر ونص، ممكن بالشوب تشربي 4 لتر لتبولي لتر ونص، اذا حسب. فبالحاله العاديه لازم يكون في صادر بولي بحدود لتر ونص، وبالانترنت اكثر. بالانترنت بوليه طول ما عاد بدك تشرب سوائل، مو شرط المي، يعني احنا بنقول سوائل ما بنقصد بس مي، عندنا الزهورات، عندنا الشاي، عندنا السفن اب، ابتعاد عن المته. المته ما كثير مفيده، انه المته ما بشده منبهه، المته منبهه اكثر من القهوه والشاي. طيب دكتور خلينا نحكي الانترنت البوليه المزمنه المتكرره ممكن تنذر للاصابه بامراض اخرى ولا لا؟ هلا لنميز بين انتانات مزمنه وانتانات متكرره. انتانات متكرره يعني ريكرنس، يعني كل فتره انت بتعملي فحص بول. المزمنه اللي بشكل دائم فينا نقول ما في، ما لها معالجه. نعم. انتانات متكرره هي دائما مرتبطه باللايف ستايل، طريقه التغسيل، طريقه التنظيف. برجع بكرر يعني استخدام الدواء المناسب، مده الاستخدام. يعني ما بيهمني انا يومين ثلاثه وقفت، بيقولوا لك 15 يوم لازم تستخدم الدواء، اسبوع ل 10 ايام بكفي، ولا 10 ايام. في نمط اسمه العلاج المستمر، العلاج المديد اللي في ادويه بنعطيها بالليل جرعه وحيده بس تقعد 3 اسابيع لشهر شهر ونص، يعني ما كثير نحن بنحب نوصل لهي المرحله. فدائما الانتان البولي انتان جدي. نعم. وخاصة عند الصبايا اللي مقدمين على حياة زوجية، على إنجاب، على حمل، على شيء. أكيد. طب دكتور شو بتعطينا نصايح لكل نساء وسيدات حتى الرجال
حتى فعلا يديروا بالهم الانتانات البوليه؟ هلا بشكل عام مو بس مشان الانتانات البوليه، الانسان مثل ميزان، اي خلل لازم يصير الشك انه انا في شيء لازم ابحث عنه. نعم. ممكن تعب وهم، يعني ما تحسي لا بحرق ولا شيء، تعملي تحاليل تلاقي عندك مشاكل بوليه او مشاكل مكان ما. نحن كثير بنخاف من موضوع اللوزات. التهاب اللوزات كيف بيسقط على الكليه، كيف بيسقط على الجهاز البولي، خاصه عند الاطفال. يا ما ناس فاتحين لهم بطنهم على اساس زايده دوديه وهي التهاب بالعوم. يا ما ناس عم شخصين لهم شغلات كثير وهن مشاكلهم بالحوض. يعني فنرجع نحكي على الوقايه، النظافه الشخصيه كثير مهمه. طريقه التغسيل عند الانثى، الام كيف بدها تعلم اولادها ما يستهتروا بشيء، اي تشوه بولي لازم يتعالج. مشاكل كثير الحقيقه. يعني دكتور بشار يارد، معك الوقت بيمر بسرعه ودائما في معلومات مهمه وقيمه بنتعرف عليها معك لاول مره. نشكر وجودك وحضرتك، بتمنى الصحه والسلامه لكل الناس، والله يبعد المرض عن كل الناس. شكرا كثير لك. امين ان شاء الله هيك نشوفكم دائما بالخير والسعاده، والله يبعد عنكم الامراض، ما بتستاهلوا تمرضوا، بس اذا لا سمح الله في شيء لازم دائما يؤخذ بجديه. صحيح، استشاره الطبيب. شكرا دكتور على وجودك، وان شاء الله نهارك مليء بالصحه والخير يا رب. شكرا لك.